يقول السائل: ما حكم القراء الذين يأخذون أجرا على قراءتهم للقرآن الكريم وذلك في المآتم؟ المآتم مبتدعة ولا يجوز إقرار أهلها ومعاونتهم عليها، لأنها مبتدعة وهي من النياحة على الأموات ومن الجزع، هي محرمة بحد ذاتها. وأخذ الأجرة على تلاوة القرآن لا تجوز، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها أجرة، العبادات لا يؤخذ عليها أجرة، لا تلاوة القرآن ولا غيره. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأخذ الأجرة على تلاوة القرآن سواء في المآتم أو في غيرها لا يجوز، لأنه في مقابل عبادة، والعبادات يطلب بها الثواب من الله ولا يطلب بها طمع الدنيا، لأن هذا من استخدام أمور الآخرة في طلب الدنيا، وهذا لا يجوز. إنما يجوز أخذ الأجرة على تدريس القرآن وتعليم القرآن، يجوز أخذ الرقية على تعليم القرآن الأجرة، ويجوز أخذ الأجرة على الرقية على المريض، لأن الصحابة الذين رقوا اللديغ وأخذوا قطيعا من الغنم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا في التعليم أو في الرقية. أما التلاوة التي للعبادة وطلب الأجر من الله هذه لا يؤخذ عليها أجرة. نعم.